جرب حظك. حلقة النهاردة هنستعرض فيها ألوان من الفكاهة والنكتة المصرية في الأدب الشعبي والصحابة. والفارس الأول في حلقة النهاردة عملاق من عمالقة الأدب الشعبي، الأستاذ بيرم التونسي. أستاذ بيرم، بمناسبة التونسي، هل أنت تونسي حقيقي؟ يعني جنسيتك مصرية ولا أصلك تونسي ولا إيه؟ يعني وضح لنا الحكاية دي، يمكن يخطر في أذهان ناس كتير إنهم يحاولوا يعرفوا الحقيقة في المسألة. بستغرب إن القطر المصري كل مديرية فيها عيلة اسمها تونسي، ما فيش عيلة منهم تعرف الثانية، وكلهم ما يعرفوش تونس، ما حدش فيهم سأل عن تونسيته غير جدي يا سيدي. كان تونسي جدك؟ كان جاي هنا تقريبا 120 سنة. والدي مولود في اسكندرية وأنا مولود في اسكندرية، فأنا مصري لحما ودما وتنسي بالاسم اوتوماتيكيا يعني. طيب حضرتك زرت تونس؟ زرتها أما اثنتين، لأول مرة في حياتي. زرتها منفي يعني؟ منفي. إذا القدر كان عاوز يوديك بلدك تاني يعني بطريق النفس؟ مع الأسف مع طربوس بيه. ما عرفوش بيك هناك في تونس؟ قال انسان غريب بيدعي ان تونسي يا سيدي، شنو هذا؟ ما شنوهاش هذا؟ كنت هلوم رحت فرنسا. واحب الخصك الحكايه كلها، الخصك الحكايه كلها في مسألة تونسي وما تونسي بسبب ثلاث سطور كتبتهم من الزجل في حياتي كلها. بقول الاولى مصر، قالوا تونسي ونفوني، والثانيه تونس وفيها الاهل جحدوني، والثالثه باريس وفي باريس جهلني. قولها تاني والله يا أستاذ بيرم. الأولى مصر، قالوا تونسي ونفوني، جزات الخير وإحسان، والتانية تونس وفيها الأهل جحدوني وحتى الغير مصفان، والتالتة باريس في باريس جهلوني وأنا مولير في زمان. يا سلام. طب أستاذ بيرم، بالمناسبة دي نفوك ليه؟ اشتركت في الثورة المصرية بشكل عنيف جدا، وابتدئت بالملك فؤاد. ممكن تسمعها؟ لا ما تسمعش. ناري صامت ده، عشان كده نفوك يعني. طيب اقدر اعرف حاجة من اللي قلته في ثورة سنة 19؟ نعم، اقول لك حالا. كنت اكتب وانا برا احرى جريدة اسمها الشباب. اسبوعية. وانت برا فين؟ في منفي. أخذ. كانت الصحف كلها تحت الرقابة، والرقباء كلهم كانوا متمصرين. يعني من طائفة غير المصريين كان يثق فيهم الإنجليز، فكنا نقدر نستغفلهم باللغة البلدية بتاعتنا، نقول اللي احنا عايزينه. وتمر مثلا هنا مطلع الزجل يقول لك الفحل يضرب بالقلة يطلب استقلال، وانت عارف يضرب بالقلة يعني ايه؟ يعني يترجم يعني. ويطلع الرغاية من بقه لانه طايق من من الزمام اللي على مناخيره ومن الشيده اللي فوق دماغه. مالك شهاتي على العاليه اللي مالك زند، مالك يا واقفه طوالي في طريق الهند. سما اللي يقولوا مصر طريقنا الى الهند ما نسيبهاش. يعني اقولها تاني عشان تتفسر. مالك شهاتي على العاليه اللي مالك زند، مالك يا واقعه طوالي في طريق الهند، يا راضيه بالمسي والمال يفقدك بالعند، والقطن ينضف على الغله جوه بيت المال، ده الفحل يضرب بالقله يطلب استهلاك. وتبص في الناحيه الثانيه تلتقي القاضي، فارش وقاعد بالعنيه للشكى الفاضي، يعد عمرك بالثانيه ويعيد الماضي، ويقوم ويحجز على الحله ويجيب الدلال، ده الفحل يضرب بالقله يضرب يطلب استهلاك. وان قلت يا اخواتي وإن قلت صبري وجهادي ده اللي عدى وراح، وإن قلت ماتت أولادي فاللي مات ارتاح، والحي ساكت والحادي له بكى ونواح، ويشوف خيال الفرق إلا ينكتم في الحال، ده الفحل يضرب ونقول ده يضرب استئذان. تفضل معاك الشرطية وإن طلبت حقوق، تظهر صواريخ رسمية تتربط بخروق، والحجة تصبح مهرية من تلية شقوق، وإن كان ما تنفع دانتيلا تنعمل غربال، الفحل يضرب بالقول ده يضرب استئذان. طب أستاذ بيرم، إحنا خدنا صورة من أدبك وأنت بتستعمله في غرض سياسي وواضح،
ايه الاغراض التانية اللي انت استعملت فيها فن الزجل غير السياسة الوطنية؟ كنت ارمي لاصلاح الطبقات والاعواج اللي فينا ونقض العادات اللي لا تليق بأمة راقية خصوصا في الزمن اللي كنت فيه. وتولت لي لما سافرت برا وشفت البلاد الأوروبية وتضحك المقارنة بيننا وبينهم، فكنت أقول هناك، لأن لو كنت هنا ما كنتش أحس زي العطار اللي بقاع في دكانه ما يبقاش شامم ريحة الفسوخ ولا الجاي ولا الأنوشة ولا الحاجة. يعني خروجك إلى الخارج وطلعك على آفاق ثانية في الحياة. أيوة أظهر لي، خلاك تعرف يعني مدى المفارقات في الحياة المصرية وأبرزتها في أدبك الشعبي. فأبر عملت تقريبا 20-30 قصة، كل قصة فيها تابلو يمثل الحياة، مثل زي عربية سوارس. طب ممكن نسمع عربية سوارس؟ أمال ما كلكم عارفينها أظن، أو في واحدة منها في القلعة دلوقتي. تشوفوها. أصبت يوم الحسين أشرب هناك خروب، جات قعدتي بين جدع عاي وبين كرفوف، وشابة في الوش قاعدة وابنها المقلوب بيعوا زي اللي راكبه 600 عفريت. القفلة صارت تلملم كل صنف وصنف، في ساعة والتانية اتشعبط علينا جلم، أو واحدة في حضنها قرطاس يزك الأنف، قرطاس ملم بالكلخ والعكنة والحلفين. يا خبر، أدي الأفندي هاها ابن ده طالع بيك. والحلوة قالت هيه وديك ملاش شريك، الأم قالت ده بختي في العيال ده عاديك دايما ماسك لي الصوات، قال ده زمن تطويل. لكن الملاحظ في أدبك الشعبي عموما إنك يعني مغرق في الشعبية قوي. فهل أنت عشت قبل كده يعني اتولدت فين؟ أنا اتولدت في حي وطني بحث في حي الأنفوشي في اسكندرية في سنة 93. ما كانش فيه كورنيش ولا فصيل، كان البحر يخبط في البيوت على طول. كنا نطلع حافين وساعات عريانين عشان احنا صغيرين ندب في البحر عادي. وياما دخلت رجلي ازازه وياما دخلت رجلي مسمار، ويعني عشت حياه شعبيه يعني. اشتريت فرشي لامي وخدت صينيه، ده حاجه في منتهى الجمال، وخدت صينيه البطاطا وديتها الفرن وخدت حاجات كتير يعني. ما مش من الزواج ولا من الفروع الجنسيه ولا حاجه يعني. يعني انت مارست الحياه الشعبيه غرقان فيها من الاسفل الاسفلين. والحقيقه دايما اللي بيجوا من الطبقات الشعبيه من الاسفل قوي ويرتفعوا الى القمه قوي. طيب ايه حاجه اللي سخرت منها سخريه مره كده في ادبك؟ كنت عايز اطلع شاعر اكتب بالعربيه الفصحى، وبعدين ما جت العربيه الفصحى موصل غير حسن بيني وبين الجماهير. ايه ده شعب امي كان لسه 5% بيقوم اعمل له شعب، هو شعب فصحى يعمل ايه؟ ما يبقاش. فبالعاميه يفهموني 100%. طيب فما حبيت اكتب بالفصحى، ذكرت بكت غلبت عليها برضك روح الحكايه، فعملت قصيده عن مجلس البلدي. يمكن الناس حافظاها لغايه دلوقتي. المجلس البلدي كان هاري اهل البلد كلها، ياخد على كل شيء، على هدومك وعلى دكانك وعلى بيتك وعلى خطواتك في السكه، وحاجه كهرباء قوي، شيء بقوانين مقرره وشيء باجتهاد الموظفين. قلت ايه بقى يا سيدي؟ قد اوقع القلب في الاشجان والكمد هوى حبيب يسمى المجلس البلدي، ما شرد النوم عن دفن القريح سوى طيف الخيال، خيال المجلس البلدي. اذا الرغيف اتى فالنصف اكله والنصف اجعله للمجلس البلدي. كان امي بل الله تربتها اوصت وقالت اخوك المجلس البلدي. اخشى الزواج اذا يوم الزفاف اتى يبغي العروس صديق المجلس البلدي. وربما وهب الرحمن لي ولدا في بطنها يدعيه المجلس البلدي. الارض والناس والانعام اجمعها الكل ليست لغير المجلس البلدي، حتى مقابر موتانا اذا نبشت فليس الا بفاس المجلس البلدي. يا بائع الفجر بالمليم واحده كم للعيال وكم للمجلس البلدي. يا سلام، انت هريت المجلس البلدي خلاص. يعني افهم من كده بقى ان رايك ان اللغه العاميه يعني تصلح لمعالجه جميع الاغراض اكثر من غيرها، أكثر من اللغة الفصحى يعني. أيوة، كل ما يرتفع الشعب بقى سجيل عالية، وكل ما يبتعد عن الشعب
وينحصر بين طبقة من الأقران المثقفين بس لا غير. لكن اللغة العامية تقدر تعبر بها عن جميع الأغراض حسب الشاعر ومقدرته. آه يعني لكن إذا كان يعني حاجة من كل حاجة إيه عايزة. كان عملت زيك في الميكروب. الميكروب اللي عايز أفهمه لدماغ المرأة الأمية خالص. أقول يا مرات فهمني يا مرات أدري يا مرات يا عقوب تعا اسمعه يا عقوب صبري زجى للميكروب. الميكروبات زي البودرة تلزق في الثوب ما يشوفها غير رب القدرة والميكروسكوب. الميكروبات دي معتلها في الجسم مرزلها في جسم الإنسان غير السبرت ما يقتلها ولا الغليان. اوعي الهدوم اوعي الفوق اوعي المواعين دي عدة الموت محفوطة عند الوسخين. مشكورة واضحة دي قول اللي تقدر فيها العرب بفصح عمل اللي دول شوية دول مفيش ولا فخر يعني. طب أستاذ بيرم من أهم أبواب الأدب الشعبي الأمثال الشعبية اللي بتيجي كده من غير قائد ولا حاجة. أنا مش هطلب منك أمثال وإنما هدي لك بعض أمثال وتقول لي معانيها إيه. طبعا عارف مشكاح وريمة؟ آه. نقول مثلا ايه اجتمع مشكاح وريمة لما يجتمع اثنين خيبين مع بعض. فمشكاح ده شخص ملوش يعني شخصية معروفة. من واحد في القرية اهبل فالناس اخترعوا له الاسم البشع ده لان عندنا لغتنا تمتاز بانها حروف لما تتركب على شخص زي مشكاح الشمردل الشبخبط البتاع زي بيركب على وشه يعني فسموه مشكاح. فيفضل مشكاح كده شديد لواحد لغايه ما تجتمع له واحده زيه يوم الاقيه سامع اقول لك اجتمعوا مشكاح وريمه ويضربوها مثل بقى الكل عروس وعريس وحشين زي اجتمع ايه؟ زي اجتمع المفعوس على خايب الراجل مثلا انها مشكاح وريمه زي احسن. مشكاح وريمه يعني احسن شويه من المفعوس وخايب الراجل؟ افتكر يعني قرات شويه فيها شيء من المشكاح طيب يا استاذ بيرم بيقول لك ايه؟ فلان ده ما يتنقلش من الشمس للظل الا بعلقه. على الكسل يعني بس ده مش مثل ده يطلع كلمه واحد قالها كده ونقلوها من الناس، المثل يبقى فيه غنيم وفيه موسيقى دائما. يعني انت ما بتعترفش بده كمثل؟ ابدا، واحد دب دب شاعت عنده. طيب هو على العموم بياخد لون الادب الشعبي لانه ملوش مش معروف قائله من ناحيه ثم بيعبر عن حاله واقعيه موجوده من ناحيه ثانيه. ضروري تجد الامثال كلها في الامم متشابهه زي بعضها. طيب فلان ده ما ينبلش في بقه فوله. يعني يضيع السر بسرعه. بيضيع السر بسرعه. يقول لك ايه ما يمسكوا الا كما يمسكوا المال. في بيت فكرني بيه استاذ حمام الا كما لا تمسك السر الا كما يمسكوا الماء الغرابين. يمسكوا الغربال ده يحفظ الماء ده يغرق. طب اذا كان واحد بياكل معاك وبعدين انت بتوصفه فتقول نزل بها رجله غراب طلع بها خف جمل. ده ايه؟ نزل بها رجله غراب طلع بها خف جمل. ده لما يكون مديله خد اللي في الصحن كل فوق واحد. ده فعلا لما يكون يعني بيشيل كل اللي في الطبق. احسن اغاني دلوقتي ولا اغاني زمان؟ شوف الاغاني في كل طبق كانت تنطبق تنقسم الى طبقتين. الطبقة الأولى لأغاني خاصة زمان كان يألفها إسماعيل باشا صبري الشيخ الليسي الشيخ الفوفي الشيخ عاشور ومنها أغاني إحنا دخلناها منها مثلا كلام إسماعيل صبري أما يقول أدك أمير الأغصان من غير مكابر ورد خدك سلطان على الأزاهر الحب كله أشجان يا قلبي حاضر الصد غير الهجران جزا المخاطر يا قلب دي انت حبيت ورجعت تندم صبحت تشكي ما رأيت لك حد يرحم صدقت قولي ولقيت قولي المسيم يا ما نصحتك وأسيت لا كنت تفهم. قولي مين يعمل زي ده؟ لأن الطبقات الشعبية بلغة عراق أحسن من الطبقات الشعبية بتاع الأول لأن التانيين كانوا إيه بقلة أدوات النشر كانوا قاعدين في البيوت تسمع من الأغاني من العوالم اغاني يعني توقع اللقمه من الحنك. يعني كان ما يمكنش حد يقولها لكن دي كانت منتشره قوي يا استاذ بيرم. منتشره طبعا يطلعوا العيال اللي حاطين يقولوها في الشارع. طيب فاضل عاوز اسالك في حاجه يا استاذ بيرم اتفضل. تحفظ حاجه من القصائد الكاهنه؟ والله انا عملت 150 نقامه زي نقامات الحرير. وكلها شارع وكذا. تكلمنا حاجه منها كده؟ مثلا فيها اصيل واحد من اللي انصحك تشوف مره ابدا.
هو دخل المرأة بحادة رأس غطن عنه ورطه وقعدوه كده على جنب على ترابيزة عليها صندوق. هو سمى صندوق سمي عليها مأكولات يعني. أنا فأخذت منها قطعة ثم أنفعتها بتسعة. ولما دقت القبول أعطراني الجهود وهذا ما أقول. يا صاحي وحقك ليس على من جاء المرقص من حرج. جمعوا الفتيان مع النسوان فيالي الأمر المبتهج. ما كاد مغني القوم يدق الدف بلحن منه شج حتى انفرطت وحدة سف ثم ازدوجت بالمزدوج. رجل وقرينته التصقا بصدور العز وبالمهج فعلى كتفيه معاصمها ويداه بخص في عوج. فإذا انجذبت فلمنجذب وإذا اختلجت فلمختلج وإذا نقلت قدما رفعت قدما والنقل بلا عرج. ورواحهم ومجيئهم في النهج على أرقى نهج فوق كالصاعد في درج أو كالمنحط من الدرج. والقوم تموج الأرض بهم مما هم فيه من الهرج وفصيح القوم على حدة قمن في الشوك المحترم.